30 سنة ديال المعاناة يعيش القطاع، 30 سنة كيضحي. الناطق الرسمي يقول لك أننا كندعموا الخبز درهم، والله لا نتلقى ولا سنتيما واحدا من الدعم. المعاناة ديال أرباب المخابز فين نتوما منها؟ هذاك الخبز دابا اللي كيتباع والله لا مسرطين. هاد الناس اللي كينجوا مزيان أنه اللي كيمتثل الضوابط مرحبا. متابعي قناة أعلام تي في، أسعدتم أوقاتا. نستضيفكم في حلقة جديدة من برنامجكم منتدى أعلام تي في. بمناسبة اليوم العالمي للخبز الذي يصادف 16 من أكتوبر، قررنا أن نتطرق في هذا الموضوع وفي هذه الحلقة لملف لترى ما أثار ويثير المزيد من الإشكالات. هو موضوع يتعلق بأرباب المخابز، هو موضوع يتعلق بمادة مهمة يستهلكها المغاربة، وهي الأولى الدائمة على طاولاتهم. اليوم في هذه الحلقة نستضيف كل من السيد حسين أزاز، الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب. تحية للأستاذة بشرى، تحية للطاقم التقني، تحية للضيف الكريم. شكراً المنتدى إعلام تي في اللي تحتنا هذه الفرصة، وكيف تقول دائما المناسبة شرف. بالمقابل نستضيف السيد عبد النور الحسناوي، رئيس الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات. أهلا وسهلا بكم أستاذ حسناوي. مرحبا أستاذة الكريمة، وكنشكركم على هذه الدعوة على الاستضافة، وكنشكر كذلك الضيف الكريم وجميع المتتبعين هذا برنامج منتدى إعلام تي في. شكرا لكم سي حسناوي. كما سبق وأسلفت ذكره، غدا هو اليوم العالمي للخبز. بصفتكما تمثلان أرباب المخابز المهنيين في القطاع، والقطاع يعاني، وكما أسلفت ذكره يعاني مؤخرا الكثير من الإشكالات والإكراهات. في هذا الصدد أردت أن تتكلم عن هذه المعاناة بصفتكما تمثلان هذه الفئة. سي حسين أزاز، شكرا. أولا بادئ هذه بدء غير باش نور الرأي العام المهني والرأي العام المغربي. احنا في دولة المؤسسات، والتمثيلية تقتضي اعتراف. احنا اليوم الوحيدون او الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات المغرب اللي تخلقت منذ 1941، وفي 59 بعد الاستقلال كانت النقابة الوطنية لأرباب معامل الخبز والحلويات المغرب، وفي 7 مارس 2009 ولات جامعة وطنية بحكم انتماء ديالها للسلسلة المهنية أنشطة الحبوب لافياك، وكذلك للمخطط الأخضر سواء 2008-2020، وكذلك مخطط ديال جينيراسيون جرين 2022-2030. إذن غير باش نضعك الصورة السيدة الأستاذة المحترمة، أن الذي يمثل والذي عنده طباعات واللي المعاناة ديال القطاع واللي تتبع عنده كرونولوجيا الأحداث، نقدر نقول لك عبد ربي كرئيس للجامعة الوطنية وامتدادا لرؤساء سابقون الذين أبلوا البلاء الحسن، ولكن في حدود إمكانياتهم. اليوم تطورت الامور، فعلا كاينه معاناه، ماشي اليوم، ماشي البارح، ماشي من البارح، معاناه منذ تحرير القمح. ملي تحررت القمح القانون 1996 ديال تحرير الحبوب في المغرب، هذا هو الاشكال اللي عندنا. حنا ملي كنديروا شي حاجه كنحرروا، ما كنديروش دراسه ديال المخاطر. الا حررناش غيوقع. ملي تحررت وصلنا حنا للعشوائيه اليوم في قطاع المخابز. اما في قطاع المطاحين، السلاسل كلها اليوم، السلاسل كلها اللي فيها 7 كلهم، لا المنتجون ولا المجمعون ولا المكترون ولا الناس ديال البذور ولا كذلك التجار ديال الحبوب ولا المطاحين ولا العجائن، كلهم عندهم معاناه، ولكن المهم عايشين بكرامه صراحه، بخلاف قطاع ديال المخابز مع كامل الاسف، مع كامل الاسف الحلقه الاضعف واللي هي المهم، حتى نقولوا لامون لافال. ملي كنقولوا من لاسيت، من لوسون لاسيت، حنا اللي كاين في الطابله،
حنا الخبز الماده ديال الخبز المتجاوزه مده 3 مرات في اليوم جميع وجبات ديال الغذاء كيقول الخبز، ولكن ما خديناش حقنا. اليوم هل يعقل ملي تجي واحد الذكرى وهو نقول واحد القضيه الذكرى ديال اليوم العالمي للخبز يلاه بدا يلاه بدا، الا كان شي واحد احتفل به قطر يقول لنا ما كانش. حنا كنا في 2011 غنديروا اليوم كنا نديروا عيد الخبز، وخدينا كيف قلت لك وعدنا ما يفيد، خدينا انا غتكون تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله، ولكن مع كامل الاسف دائما تيخرجوا يعني الطوارئ تحول دون تحقيق الاهداف. اذا حنا اليوم كيف قلت معاناه منذ عقد منذ 3 عقود، اذا بقينا سنتين ونكملوا العقد الثالث. 30 سنه ديال المعاناه تعيشها القطاع، 30 سنه كيضحي، مع العلم ان غنعاود نطرق ان شاء الله في الاسئله المواليه باش ما نستهلكش الوقت، باش نخلي الضيف الكريم حتى هو يقول، غير باش نوضح في الصوره ان اللي كيمثل القطاع المخابز في المغرب بقوه القانون، والمخاطب الوحيد ديال الحكومه هي الجامعه الوطنيه للمخابز والحلويات بالمغرب. طيب سي حسناوي، ممكن تكلمونا على الاشكالات والاكراهات اللي كتعانيها او اللي كيعانيوها ارباب المخابز والمهنيين في القطاع، كونكم كتمثلوا حتى انتم الفدراليه المغربيه للمخابز والحلويات. شكرا استاذتي. الموضوع ديال القطع ديال المخابز يعني موضوع اللي اثار العديد من النقاشات والعديد من الكتابات، ولكن لحد الان باقي ما كاينش واحد الصيغه اللي هي او لوحه الرؤيه واضحه من اجل اننا نخرج بهذا القطاع الى بر الامان. اليوم هذا القطاع كيعاني، مهنيين كيعاني، كاين اشكالات كبيره. هذه الاشكالات هذه مساله طبيعيه كما قال الاستاذ الزاز، بان خصنا يعني يكون النقاش ديال داخل المؤسسات، وتكون ان المؤسسات هي من ان تدافع على هذه المصالح هذه. اللي كنلقاو ان العكس اليوم، بان المؤسسات يعني ان ما عطاتش حقها وحق الدفاع ولا الترافع على هاد المهنيين هادو. اليوم شنو الاشكالات اللي كاينه؟ الاشكالات الحقيقيه، كاين الاشكال الحقيقي هي المساله ديال ان هذا القطاع في غياب قانون اللي كينظم هذا القطاع. كيف يعقل تين عندك واحد القطاع الاستراتيجي، عندك واحد الشريحه كبيره ديال المهنيين، عندك واحد الشريحه كبيره اللي كيشغل هذا القطاع، ولو حد الان ما كاينش قانون اللي كينظم هذا القطاع. اذا هذا اشكال كبير. كلا المساله الثانيه هو ان هذا القطاع انه يتهم بانه قطاع يدعم اليوم الراي العام الوطني كامل، كيعرف بان الخبز اللي يعني كيدعم اليوم حكينا تصريحات حكوميه اليوم الكل يناد بان هناك دعم للحفاظ على حتى من المرجعيه، مع ان هذه المساله ما كاينش حتى من المرجعيه ديال الخبز في اطار الخبز اليوم كيخضع القانون ديال حريه الاسعار المنافسه. اذا اليوم بما اننا نتهم باننا كنتلقاو الدعم، مع ان الدعم لا علاقه له بالمهنيين ولا علاقه بالقطاع ديال المخابز. اليوم اللي كياخذ الدعم اطراف اخرى كتاخذ الدعم وهي ومحسوبه على القطاع ديال المخابز، لان هذا اشكال كبير. كاين الاشكال الثالث استاذتي هو الاشكال ديال هذا القطاع العشوائي، التغول هذا القطاع العشوائي. اليوم كيف يعقل اليوم المهني اصبح بين السندان ديال القطاع العشوائي وبين ان الحكومه او المؤسسات تنكرت هذا القطاع هذا وتنكرت انها تدافع عليه او انها تكون عندها واحد الالتفاته حقيقيه. فاليوم ما يمكنش اننا كيف ما قلت يا استاذتي الكريمه بان اليوم كاين اليوم العالمي ديال الخبز، ولكن اليوم اللي كاين منادات من اجل احتجاج من اجل هذا القطاع، فهذا لا يعقل. اليوم كان اننا بالامكان ديالنا ان يكون هذا يوم الاحتفال ولكن اصبح يوم احتجاج، فهذا يدق ناقص خطر استاذتي الكريمه. نعم لماذا يدق ناقص؟ اولا اشاطر كلام الاستاذ النور بصراحه وجيه وموجه وصادق الا في نقطه واحده، اللي انا ماشي محامي ديال اي كان. غتبداو لينا في النقطه الاولى غتعطيني. نعم، فلذلك قلت على انه غير فيما يتعلق القطاع يعاني. نعم، لا يمكن بتاتا انكار الحلقه الاضعف، الحلقه اليوم اللي يعني منتجه، وعندنا ارقام راه ما يفوق 25 ألف مخبز كاينه في المغرب،
بين العصر وانا اتحمل كامل المسؤوليه ديالي. نعم. لانه اتوفر على المعلومه. انما هذا المعروف هذه المعلومه باش نوثقها خص الامكانيات. وهذا اللي كنا كنناديو فيه. هذاك واحد البرنامج التعاقدي اللي غنجيو فيه من بعد. وكذلك انتماء ديالنا للسلسله بمنها المهنيه لانشطه الحبوب. فعلا كاين اكراهات. واليوم كيف قال الاستاذ عبد النور، هل يعقل ملي كنجيو دابا هذا هو الاشكال ملي كناطق باسم الحكومه؟ هذا واقع ما خاصش نغطيو باش لان خاصنا اليوم نناقي يعني اليوم يعني كنبلغوا للراي العام المهني وكذلك الراي العام الوطني. لان ملي كنسمعي بعد اجتماع ديال رئاسه الحكومه ديال مجلس الحكومه ويخرج الرئيس والرئيس الناطق الرسمي يقول لك اننا كندعموا الخبز الدرهم وبان قطاع ديال المخابز كندعموه مع العين والساده الكريمه، والله لا نتلقى ولا سنتيما واحدا من الدعم. هذه معضله كبرى. هذا الوهم، هذا العبث. نحن في دوله المؤسسات وبالتالي يجب الخطابات ديالنا او اللي كيمثل الحكومه من يقول يدير واحد التصريح يدير تصريح مسؤول. انتهينا مع ديك العشوائيه في القرارات وفي كذا. الحمد لله احنا في دوله المؤسسات والعهد الجديد تحت العشر وال25 سنه ديال محمد السادس الله ينصره اعطتنا واحد المقام كبير داخل الدول من الدول الصاعده الحمد لله اللي كيضرب بنا المتان واللي لهم الحمد لله نضاهي دول الشمال واللي الحمد لله المغرب ما بقاش غير دوله ديال العبور ولا دوله ديال الاستقرار والحمد لله اليوم شو التحالفات غير من 2017 لهنا الدبلوماسيه المغربيه تحت الرعايه الساميه ديال السيد في المصلح. اذا القطاع يعاني ومما زاد الطين بله وهو القطاع العشوائي. القطاع الوحيد في المغرب تنعاود نقولها بجميع الحرف ما يقرب من 452 حرفه. الحرفه الوحيده اللي مضطهده كان الخباز من الاعيان ديال المدن. والدليل ذلك فرنسا اليوم في المستشارين في المحاكم كتلقى ممثل ديال المخابز كيكون في المحكمه. كيكون في المحترم من دوك المستشارين اللي كيمثلوا المجتمع المدني. حنا في المغرب كان من الاعيان لان انا باقي تعقليها لابو سترونتي باقا صغيره ان راه كان كل حي في تصميم التهيئه كيكونوا ثلاثه الحوايج او اربعه ضروري يكونوا في تصميم التهيئه في البلون داميناجمون ولا في الشيما ديريكتور تيقول لك خص يكون عندك فران حمام مسجد او دار الثقافه او سبيطار لانه هو مرفق اجتماعي تداني كيبمون مرفق اجتماعي واقتصادي وبالتالي لا يعقل انه اليوم هو اللي واكل العصا. ومن زاد الطينه بالله قلت لك باش نرجع وهو القطاع العشوائي. من لا حرفه له دار الحرفه. قلت لك جميع المهن تعاني ولكن هذا ديالنا احنا صافي وصل الحضيض يعني دابا لوكاو كيف تيقولوا اليوم لوكاو احنا شادينه باش ماشي بالإنعاش والله الا شادين بالدعاوي ديال سيدي ربي لا ربما وتعالى هاد عين الرحمه ديال الحكومه الحاليه تشوف عين الرحمه. ما نكروش العمل اللي دارت معنا الحكومه ما نكروش المواكبه اللي دارت معنا في عدد ديال المشاريع بصراحه لان ما خصناش نشوفوا غير هاد الكاس الخاوي خصنا نشوفوا هاد الشيء العامر. ولكن في الخلاصه في المجمل قلنا على اليوم ثلاثه ديال المحاور اللي كنضربوا عليها. تفعيل البرنامج التعاقدي لانه قطعنا في اشواط ودار فيه دراسه استراتيجيه للقطاع في سبعه ديال الجهات في المغرب 480 مخبازه واخا هما كيقولوا 480 مخبازه واللي من خلاله شخصات ودارت رؤيه استراتيجيه ديال التنميه وديال التطوير وديال المواكبه وديال التاهيل. راه التاهيل في راه ملي كنقول المواكبه راه المواكبه داخل فيها المادي والمعنوي راه داخل فيها التحسيس وهذا الدور ديال المواكبه هي الدوله لان عندها امكانيات. حنا ما عندناش امكانيات. حنا اليوم ندبر الشؤون الداخلية ديال الجامعة من خلال أشخاص معينين. هل يعقل؟ هل يعقل؟ جامعة وطنية عندها وعندها ملكات ديالها، عندها ملكات ديالها، ولكن ماشي حنا اللي درناهم، دارهم الرجال السيادي اللي كانوا قبل منا، اللي خلونا اليوم ملي تتشوفي هذا الشيء كله وكنلقاو هذا العشائي بدون حاسب ولا رقيب ومتسلط على القطاع ديالنا. من لا مهنة له، هل يعقل مترو على جوج وكيطيب في الفضاء العمومي؟ راس ماله كله تقريبا 10 درهم وانت وما عنده لا عقده كراء لا ترخيص
لا بنية تحتية، لا دورة مياه، لا المشتقات اللي كيجي منين، لا قضية ديال العجن، ديال التقسيم، ديال التخمير، ما كاين ديال الطهي، ما كاين والو. وحنا أضعف بخبازة، أضعف 5 مليون ديال الدرهم، أضعف ما بين ما بين ما بين ما يعني تاخذ محل وتجهزه وتدير الآليات ديالو وتدير فريق عمل، راه هادشي ما ساهلش. إذا اليوم داخل البرنامج التعاقدي هذا هو المنقذ، أراد من أراد وكره من كان. حنا اليوم خصنا نتغلبوا على الأنا، واليوم نشوفوا كيفاش هذا القطاع نعطوه قوة، نعطوه قوة صاعدة، حيت حنا قوة، حنا قوة. لا ما كتفيناش وقفة احتجاجية، القرار الجامعة الوطنية عندها قرارات أكثر، لأن الدرجة ديال النضال كتحتم الظروف وكتحتم الظروف الآنية، وكنعرفوا الإكراهات اللي كانت كاينة في البلاد، وبالتالي وعندنا كلمة مسموعة. ولكن حنا ما دام أن هناك حوار حنا غنمشيو. فلذلك هل يعقل لا بشرى أن هذا كلفة الإنتاج ديال الخبز من 2004 20 سنة ما دازش الخبز؟ لماذا؟ كان الخبز كيخلع، الخبز ما بقاش خط أحمر. لا بصراحة، لأن حتى قانون ديال حدود الأسعار المنافسة 96 ما كيقولش الخبز راه مدعم. الدولة اجتماعية ما نقصوش، ولكن فاش في الدقيق، ولكن الدقيق لمن؟ للجميع. اللي كيصوب الخبز، اللي كيصوب الحلوى، اللي كيصوب البيتزا، اللي كيصوب الفطائر، اللي كيصوب الشفنج، اللي كيصوب حتى الأعلاف. حتى الاعلاف كيصوب. فلذلك فين كان الدعم اللي كيقول دابا حنا كنا ما لا نستفيدوا؟ الدقيق مدعم للزعيم، ولكن كلفه الانتاج الدقيق ما كيكملش 40. دابا الاحصائيات الحقيقيه 40%. واش الدقيق هو الخبز؟ واش الخبز هو الدقيق؟ كاين مكونات اخرى اللي عرفت، والكرا والضو والماء والسميك. غير السميك كنا كنخلطوا الخدامه غير على 600 700 درهم في الشهر، دابا اليوم الخدام خصها تعطي اضعف في هي 300 درهم، هي 3000 درهم اضعف. اما الحلواني راه كيمشي حتى 7000 8000 درهم. اذا اليوم كنقول لك معاناه كثيره، هذا هو اللي خلى كيف قلت لك حنا لسنا ضد الوقفه، باش نكون معك صريحه، انما الجميع عندها موقف، الموقف ديالها مؤسساتي، اننا تنقولوا على انه كاين الحوار. حنا ملي غيوقف الحوار حينئذ لكل مقام مقال. غادي نرجع لك سي حسين من بعد ما تكلم مع سي حسناوي بخصوص هذه العشوائيه اللي تكلم عليها سي حسين. واش انتوما كتشوفوا بانها كتشكل واحد النقطه اللي بامكانها تاثر على القطاع ككل، يعني هذه العشوائيه في المخابز؟ أستاذ الكريم، أولا كان بالنسبة للتوقيت كنظن أن خصنا نحترم التوقيت بعد 12 باش ما نبغاش، كذلك أن نحترموا الذكاء ديال المهنيين ديال المواطن. أما الكلام فضفاض ما خصنا كنقلبوا على التوجه كيفاش غنمشي. حنا ملي كنتكلموا على العشوائية، العشوائية مابقاش أنها مسألة، العشوائية أصبحت بنيوية، هذا هو الخطير في الأمر. شنو مشكلتنا دابا حنا اليوم كيف قطاع المخابز؟ مشكلتنا الان وحنا في قطاع الخبز هو اننا كيف ما قلت غياب قانون منظم، تم كون هناك واحد المنظومه ديال منظومه الحبوب اللي جات في اطار مخطط المغرب الاخضر، وهذه المنظومه هذه اللي سميتها لانه مخطط المغرب الاخضر اللي جاب هذا تنميه سلاسل الانتاج، يعني بين سلاسل الانتاج كاينه سلسله الحبوب. هذه سلسله الحبوب فيها واحد مجموعه المكونات، هذه المكونات هذه من بين هذه المكونات كاين القطاع ديال المخابز، كيف ما قال السي عزاز بانها المكون الاضعف داخل هذه السلسله. علاش المكون الاضعف؟ مع ان السي عزاز راه كيعمل نائب الرئيس ديال هذا الفيدرال بي مهني انشطه الحبوب، وانه كان خصو يكون عنده الكلمه ديالو قويه يدافع على داخل القطاع على هذه المهنيين. هذا اللي كان مطلوب. اما واننا دار واحد المجموعه ديال البرامج التعاقديه مع هذه السلسله هذه واللي كلفت الدوله الملايير. مثلا نتكلم معك بان سلسله الحبوب مؤخرا هذه تقريبا عامين دار برنامج تعاقدي مع مكون من مكونات السلسله اللي فيه 7.3 مليار ديال الدرهم. قبل دار برامج تعاقديه اللي كانت فيها تقريبا 29 مليار ديال الدرهم، واللي كانت المساهمه ديال الدوله واحد 8 ديال المليار ديال الدرهم. هذه برامج تعاقديه اللي دارت مع هذه المكونات هذه. دار برنامج تعاقدي مع القطاع ديال المخابز اللي كان في 2011 2015 واللي وقع على السي ازاز بالصفر درهم.
كيف يعقل جميع المكونات استفدت، كلشي استفد الا القطاع المخابز الذي اصبح كيدير برنامج تعاقدي بصفر درهم، وعلى انه اصبح ملزوما خلال ديك البرنامج التعاقدي بانك الحاجه اللي جا فيه هو انه خصو يحافظ على الثمن المرجعي اللي كان عرفي اصلا درهم وعشرين. هذا هو اللي كاين، البرنامج التعاقدي باش يكون انه عال على القطاع فهذا اللي يقبل. جا برنامج كان واحد المقترح ديال البرنامج 2000 برنامج التعاقد 2018 2000 اذا هالبرنامج حنا كمهني رفضناه، واننا قدمنا للحكومه باننا كنرفضوا البرنامج التعاقد هذه الصيغه هذه. اليوم هناك مقترح ديال البرنامج التعاقدي، وهذا ناقشته مع السيد الوزير، ده هناك مقترح ديال البرنامج التعاقدي، ولكن البرنامج التعاقدي اللي خصو يكون انه يصب في المصلحه ديال المهنيين. اما واننا كنديروا برامج تعاقديه خارج النقاش ديال المهنيين، ده البرنامج التعاقد 2011 2015 واش خدا حقه في النقاش داخل صفوف ديال المهنيين؟ المهنيين لا على يعني ما في خبرهمش اصلا هذا البرنامج التعاقدي، وكان عال عليهم. اليوم مسألة أننا ملي كنتكلم على البرنامج التعاقدي خصنا لابد أننا يعني أننا نكونوا مساهمين فيه، مساهمين في المقترح ديالنا. إذا أنا ملي كنتكلم اليوم على هاد المنظومة هذه اللي أنها كتستافد، يعني كتستافد في البرامج التعاقدية وكتستافد يعني في الميزانيات العامة ديال الدولة. اليوم دابا الحكومة تقريبا هاد السنة 2024 كانت تقريبا 13 مليار ديال الدرهم اللي ترصدت من هذا الدعم ديال السلسله ديال الحبوب. اليوم القطاع المخابز كيعاني هذه المعاناه هذه، وملزوم انه يبقى يحافظ على حتى المرجعي، مع ان ربما كاين واحد التصريح البارح بدرس الاستاذ أزاز اللي اش كيقول في هذا التصريح هذا، واللي جا شفت هذا اليوم في واحد قناه اللي كان في واحد موقع الكتروني، اش كيقول السي أزاز في هذا النقاش هذا؟ هذا هو اللي دابا حنا كنتكلموا كمؤسسات، اش كيقول فيه؟ حسب قال وكان الرئيس متحدث منتدب للجامعه الاربع والخمسين قد اوضح سابقا ان مراجعه تعريفات بيع الخبز ليست في صلب النقاش اليوم مع الحكومه، حيث ان الثمن ثابت انه يقرب تبدي الثمن والمهنيين يعملون على مجرد الارتفاعات. اليوم حنا مطلوب من حنا كمهنيين اننا نخليو الثمن ثابت وندافعوا عليه، واننا حنا خصنا نتكبدوا الخسائر وهذا الارتفاع ديال الاثمان. فاليوم كتبان لي انا مساله غير منطقيه اننا ارتفاع الاثمان في المواد الاساسيه في كل ماده اساسيه اللي كتدخل فيها اللي كيدخل فيها التركيبه ديال الخبز، الماده كما قال جميع المواد الاوليه، المواد الطاقيه، المواد البشريه، كل شيء ارتفع. وحنا اليوم مطلوبين اننا هذه 20 عام كتدير خبز درهم 20 ونحافظوا على درهم 20 وندافعوا عليها، ماشي اننا نكونوا كنترافعوا. حنا مؤخرا الفيدراليه من خلال واحد النقاش داخل الفيدراليه كان واحد النقاش بخصوص هذه المساله ديال الثمن اللي ما كيتوافقش معها، وتحملت المسؤوليه الفيدراليه ويعني دارت اجتماع وطني جميع يعني الهياكل ديالها على الصعيد الوطني، وخرجت بواحد هذا بانها يعني كتخلص من هذا الثمن المرجعي ديال التحرير من الثمن المرجعي ديال الخبز. هذا علنا فإذا به السيد أزاز واللي خرج في هذا اللي كيعلم بان هذا الشيء ما كاينش منه. فما يمكنش حنايا اليوم كندافعوا على قطاع المصالح، المصالح ديال المهنيين، وحنا كندافعوا كنترافعوا من اجل انا نحققوا مكتسبات، وكيجي الطرف الاخر ويقول لك لا هذا الشيء ما كاينش منه. ملي كتجي انت اليوم داخل الفيدراليه والمهنيين اللي كيعانيوا واحد الاشكالات ديال الجوده ديال الداخل المادة الاوليه كان اليوم. اذا هاد الاشكالات هذه اليوم ملي كنجيو حنا ونديروا تحاليل وكنشوفوا المراسم ديال الوزاره بالمعايير ديال الجوده، وكنديروا تحاليل وكنشوفوا داك الشيء لا يوافق المرسوم ديال الوزاره، وكنقول هذا الشيء ماشي مشكل وكنصرحوا بها، فاذا به الاستاذ أزاز كيخرج في بيانات كيقول لك لا سيدي الجوده هي هذيك. فاليوم خصنا اول حاجه باش يمكننا ندافعوا لمصلحه المواطن خصنا نوحدوا الرؤيه بعدا، ماشي ان واحد يدافع على المصالح وواحد انه ما فهمناش، لان لحد الان الامور غير واضحه. وملي كنجيو انا نناقشوا كنبداو من يمثل القطاع ومن وشكون اللي عنده، اسمح لي، اي واحد اليوم من حقه انه يدافع عن القطاع؟ يعني اليوم ملي كنت كانوا مؤسساتي المعامل مؤسساتي اليوم الفيدراليه حتى هي اليوم اللي عندها اعترافات من طرف السلطات العموميه، حتى هي واخده نقاشات داخل الحكومه مع قطاعات حكوميه،
ماشي اليوم اننا المشكل ديالنا هو ان من القطاع، المشكل ديالنا هو من يحقق مكاسب القطاع. اما اذا قلت انا كنمثل القطاع وما ندافعش المصالح ديالو وما نحققلوش مكتسبات، هذا هو الغريب في الامر. اما انني كنمثل القطاع ولكن انني كنحجم حتى اذا كان هناك تطلعات المهني انه يحقق شي مكتسبات اليوم كنكون كنحجمها، فهذا لا يعقل. اذا سي حسناوي تكلمتوا لي بان الوقفه الاحتجاجيه اللي غادي تكون غدا ما كاين حتى شي اطار اللي تاثرها، ما كاين شي مؤسسه اللي كتاثرها، فبالتالي ممكن نستلهموا من هذه النقطه ان هاد الناس اللي خرجوا ولا هاد ارباب المخابز او هاد المهنيين اللي خرجوا في هذه الوقفه الاحتجاجيه بحال بغينا نقولوا وصلت بهم العظم، يعني بغاو يعبروا على الـ على الـ على المشاكل ديالهم بطريقتهم هما. اذا ممكن تكلموا لنا في هذا الموضوع؟ كيف ما قلت استاذتي الكريمه، الموضوع ديال ان هذه الوقفه الاحتجاجيه كيف ما قلت هو كيدق ناقص الخطر. علاش؟ لان اليوم ملي المؤسسات ما بقاش انك تحتضن النقاش ما يخص ملي تجاوزوا المهنيين بغاو يديروا وقفه احتجاجيه خارج هذا، فاذا شي حاجه تمشي يدك. حنا اليوم نتكلموا نكون واضحين، الوضوح شنو هو؟ حنا اليوم كنشوفوا بان الحكومه تتنكر القطع المخابز والحلويات، كتنكر اليوم ما كاين قانون اللي كينظم، ما كاين برامج ديال التاهيل، ما كنتكلموش على برامج التاهيل من اجل التسويق فقط، راه خص برامج تاهيل حقيقيه باش هاد المهني فعلا يحظى بالتاهيل. ملي هاد القطاع العشوائي مفتوح الباب ديالو على عواهنه، اليوم صبح القطاع العشوائي اكل الاخضر واليابس، اليوم صبح في الانتاج اليومي اللي تجاوز تقريبا 60% ديال القطاع العشوائي هذا، فهذا هنا. اذا هنا كنقول لك اليوم الحكومه كيفاش ان اليوم الحكومه خاصها انها تتحمل مسؤوليتها. ملي كنتكلموا على الدوله الاجتماعيه، فعلا خاصها تكون الدوله الاجتماعيه يعني على اسس صحيحه. اليوم انا عندي قطاع، هذا القطاع العشوائي شحال كياكل لي انا، مش كيقولوا له شحال كياثر لي على 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 الخزينه العامه، شحال كياثر لي انا مثلا على هذا التشغيل. حنا اليوم انا ملي كتشغل يعني خارج التغطيه الصحيه، خارج التغطيه الاجتماعيه، خارج اذا هذا الشيء هذا كامل اييه. وكذلك اليوم المعاناه ديال المهنيين طلبتيهم خليتيهم مباشره ارتفاع ديال الاسعار، كتلزموا بثمن معين، فكنظن هذا الشيء هذا لا يقبل. نعم سي حسناوي شكرا لك. نرجعوا لواحد النقطه اللي هي الاطار القانوني ديال هاد المخابز، هاد المهنيين. انتم ك جامعه هذه فتره وانتم كتشتغلوا قلتوا واصله ثلاث عقود، ما وصلتوش في لحظه انكم ديروا واحد الاطار قانوني لهاد سميتو؟ وحنا في ظل هاد تاسيس الدوله الاجتماعيه، تاسيس الدوله الاجتماعيه كتطلب اطارات، كتطلب تنظيم، كتطلب مجموعه ديال الاشياء اللي كان بامكانكم تشتغلوا عليها هذه فتره. نقولوا غير عقد واحد، نقولوا غير 10 سنوات. اولا غير باش نعاود نرجع نرد حيت قال كلمة فضفاض، تدخل ديال الأخ عبد النور كله فضفاضة وكله يصب في معارضة الحكومة، وهذا من حقه، من حقه. إلا عنده شي لون سياسي باغي يعارض به الحكومة، هذاك شأنه الخاص بعيدا عن الألوان السياسية حاليا. لا اليوم لا، حيث نعارض الحكومة لا، اسمح لي، إذا بغيت تعارض الحكومة تعارضوا من منطلق، لا باش نقولوا راه كاينه أغلبية وكاينه وكاينه لا لا في اطار وخلي ندوي. الله يرضي عليك استاذه، استاذه انا غير خلي نتكلم دابا. هاد كلام فضفاض وخلي ودويت، واش قاطعتك انا؟ وما قاطعتك، وخلي البرنامج نجحوا، خلي البرنامج نجحوا، وخلي نعبر ورايي الخاص. أنا كنتكلم على وضع معين كنقلب على غير تصمت ليا، أنا أنقول صوت المهني أستاذ، أما اللون السياسي كان مرفوض. خذي لي الحق ديالي، لا إلا كنت أنا ضيف ديالك وحنا ضيفان لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات، فالله يرضى عليك. خليني نتكلم، لا من حقي نتكلم. أنا كنحفظ لك الحق ديالك لكن بعيدا عن ما هو سياسي، حنا كنشتغلوا حنا ألل الخوض راه اسمعي محض. حنا تنقول لك غير الكريم الفضفاض وهاد الارقام
وهذه المناقشه ديال 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 ديال, ديال انه قالك شاف مع الوزير وذكر واعطى راي ديالو في والله الذي لا اله الا هو ما عنده لا علاقه بالبرنامج التعاقدي ما عنده علاقه بالتمثيليه تنقول لك الواقع المر باش نوروا الراي العام هذاك الكلام الفضفاض وك الارقام وداك هادشي كله غنجاوبك عليه نقطه بنقطه زنقه زنقه صمت لي الله يخليك اولا فيما يتعلق لا كتقول لي الدعم كيستافدوا به في داخل السلسله ناس معينين انا تنعاود نقول لك الدور ديال القمح اللين اللي كنخرجوا منه القمح اللي كنخرجوا الدقيق الممتاز اللي الدوله كتدعمه وكنعاود نقولها الدوله الاجتماعيه في هذا الباب انما للجميع كاين واحد الثمن مرجعي 260 درهم القنطار باش خصو المطاحين انتهى الكلام يكون عند منتوج الوطني ولا ديال برا كيف ما كان الدوله ملي كيجي من برا عندنا جفاف وعندنا عندنا اشكاليه ديال ديال ديال, ديال الاكتفاء الذاتي ملي كيخرج من برا راه ملي تيجي تما فين كيطلع داك الرقم راه ملي كيجي وكيدير في السوق العالميه ديال شيكاغو كيدير 3 درهم و20 ولا 3 درهم و50 راه تما زايده تقريبا شحال راه زايده درهم هذاك الدرهم شكون كتكلف به الدوله كدير لا ريستيتيسيون الدوله اش كتقول كتعطي اولا لا لين المطاحين مع الجي بي مع الابناك باش يطلقوا لهم يشريو ملي كيدخل الزرع الدوله كتخلص الفارق كتعطي الفارق انا ما كندافع على حد انا ما عندي مطحنه انا ما عندي مطحنه لا واخني غنتكلم ودابا واش دويت معاك انت خليتك دويتي راك استطعتي نقاطعك ولكن البرنامج بغينا ننجحوا البرنامج بغينا المهني يستافدوا سمعني ديك البروباغندا ديال الخاويه ديال ماشي الفضفاضه البروباغندا وخليني ندوي ملي تجي انت قول لي بغيتي مشيتي سرتي لذاك الموقع ديال اللي قلتي دويت فيه انا غنقول لك علاش غنقول لك ودابا انت شوف لكل مقام مقال انا تنقول لك اليوم هاد الارقام اللي كتعطي وكتقول بان احنا ما استفدناش الحلقه الاضعاف البرنامج تاع برنامج تاع خوتي جا باش نوضع القطاع في السكه الحقيقيه ديالو جا في الظروف اللي كنا كنعيشوا لا بقيت عارف الازمه ديال 2008 اللي الزرع وصل على 5 درهم الحكومه ديال جطو والدخلات مشكوره الدوله ودارت هذا الاقتراح وعطاونا اقتراحات اخرين اللي ما تيخدموش القطاع اللي كان فيها نوع من صراحه نوع من 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 من, من, من الهدايا القطاع الناس ما بغيناش قلنا لا حنا خبازه شوفوا القطاع ديالنا اش نديروا له بدات الفكره ديال البرنامج التعاقدي بدات ديك الساعه جاء عباس الفاسي وقعنا مع البرنامج التعاقدي مع اربعه ديال الوزراء لا 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 شي واليوم الدعم راه ماشي هو الفلوس والمواكبه راه انتك غلط واسمح لي وراك غلط راه تا دابا هذا البرنامج التعاقدي اللي جاي اللي فيه تقريبا 80 مليار راه ما فيش ما غاش يعطوا الناس الفلوس راك غلط واسمح لي الجوهر في هذا النقاش اللي هي المعاناه ديال ارباب المخابز فين نتوما منها كمؤطرين كلواء اللي كينضاويو اللي غيبغيو ينضاويو تحت منه هاد الارباب ديال المخابز اذا غادي نوجه اللي بغيتي هذيك شي شغلك جوج دقائق للسي حسناوي جوج دقائق للسي ازاز تفضلوا أستاذتي الكريمة لحد الآن هذا باقي نكذبش عليك أنا تفاجأت بالضيف أنا ما عرفتش واش أنه كيمثل القطاع ديال المخابز ولا كنت شي قطاع آخر لأننا ملي كنشوفو كيدافع على مكونات أخرى وقطاعات أخرى ما كيدافعش على القطاع ديال المخابز هذا ما يحز في النفس صراحة حنا اليوم الإشكال الحقيقي أش كنقولو كنقول بأن على الحكومة أن تلتفت لهذا القطاع لأنه قطاع حيوي قطاع استراتيجي قطاع كيشغل واحد اليد العاملة المحترمة قطاع اللي عنده واحد رقم المعاملات اللي هو مرتفع جدا كيف يعقل ان القطاع بهذا الحجم هذا واليوم اننا يعني اننا يلا كنتعاملوا معاه واحد المعامله بسيطه جدا حنا القطاع البرنامج التعاقدي اللي كنتكلموا عليه البرنامج التعاقدي حنا شنو الهدف ديالنا حنا ماشي في حد ذاته الهدف ديالنا البرنامج التعاقدي حنا الهدف ديالو يعني ان شنو هي المصلحه وشنو هي القيمه المضافه لهذا البرنامج التعاقدي على المهنيين هذا ما يهمنا اما اللي بغى يوقعوا حنا ما عندناش مشكل في التوقيع حنا عندنا المشكل في المضمون إذا كان هذا البرنامج التعاقدي كسابقه اللي غادي يعود يعني سلبا على القطاع فما عندنا ما نديرو به إذا كان أن عنده قيمة مضافة لهاد المهنيين فحنا اللي غندفعوا فيه حنا ماشي الإشكال ديالنا ولكن أننا فعلا نكونوا كنرفعوا الصوت ديال المهني ونكونوا كندافعوا على المهنيين ماشي أننا اليوم باغيين نسوقوا شي حاجة شي دا 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 يعني مكونات أخرى وأننا كندافعوا المصالح بناس أخرى أولا غير فيما يتعلق اليوم هذا البرنامج التعاقدي من خلال المحاور ديالو
من خلال المنهجيه ديالهم، من خلال التشخيص ديالهم، من خلال الرؤيه الثابته ديالهم، من خلال المواكبه. راه 10 ديال المؤسسات تما، 10 ديال المؤسسات، 5 داخل بشراكه ديال الدوله مع الخواص اللي هي وزاره الفلاحه، وزاره التجاره، وزاره الصناعه، وزاره الداخليه، جامعة الوطنية للمطاحن، جامعة الوطنية للمخابز ولافيق، وعاد كاين مقولات اخرين بحال 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 لونصا، بحال حفظ الصحة، بحال البيئي والاقتصادي الاجتماعي، المنافسة. إذا حنا اليوم تنعاود ندخل آليات باش يمكن لنا نخرجوا من هذه القوقعة، من هذه الأزمة الآلية اللي كيضر منها المهنيين، وحنا معاهم. أنا عندي العشوائي حدا المخبزة ديالي، ورغم ذلك أؤمن بالحوار، وكنآمل أنه اليوم اللي مطروح اليوم في الساحة، لان ما بقاوش، لان اليوم انا تنشوف اللي كيخاطب، اما اللي غادي يوقع حنا اللي ملزمون نوقعوا، حنا اللي عارفين، حنا اللي دوزنا الدراسه الاستراتيجيه ديال سنتين واللي من خلالها كاين التوصيات. فلذلك حنا لسنا ضد الوقفه، هذا من جهه، لسنا ضد الوقفه، انما حنا قلنا في البيان ديالنا نؤمن بالحوار. اما هاد الناس صراحه نقول لك اليوم خصوصا الضيف الكريم لا يهمه انه الا الشق ديال البرنامج، كيعرف بانه المسمار الاخير في النعش ديالهم هو برنامج التعاقد. هذا الحقيقه، المره اللي خسروا المهنيين على الصعيد الوطني، النعش الاخير، تسمع المسمار اللي غيدق في النعش هو هذا. علاش؟ لان هذا غيعطينا واحد البلوره، غادي يعطينا واحد الرؤيه جديده ديال القطاع ديالنا. اليوم كاين المعهد ديال المخابز، شكون اللي فيه؟ فيه الجامعه الوطنيه، واللي الحمد لله قطعت اصوات كثيره في اطار الالفيه الثالثه ديال الميريكان، باش تكون معك شراكه لا مع الفرنسيين ولا مع السلسله بمهنيه ولا مع المطاحين، ويديروا فيك الثقه. واليوم المعهد اليوم تتخرج ما يقرب من 200 خريج كل سنه في الخبز وفي الحلويات وفي البيع وفي التدبير وكذلك في الهلاليات. اذا هذا واحد المعطى جديد تنطلبوا الله. شوف احنا تنطلبوا الله ان اليوم الدوله تعطينا ترد الاعتبار لهذا القطاع، لانه انا الاوان عندنا العشوائي في الدرجة، عندنا البرنامج التعاقدي، وعندنا قانون منظم. لأن قلتي قبيلة علاش هذه المؤسسة مادية، وتعرضي الأستاذة بوسطرة باش ديري قانون منظم، راه حنا ما عندناش آليات باش نسوق قانون منظم، ما عندناش، ولو نديرو مكتب دراسات خاص تبناه الدولة، خاص تبناه وزارة اللي هي واصية على القطاع هي وزارة الفلاحة. سي حسين غادي نتكلموا في واحد المقاربة اللي هي مقاربة تشاركية، فين هما الأرباب والمهنيين، أرباب المحابس والمهنيين من هذا الإطار اللي أنتم كتوجدوا له؟ سي حسين غنعطيك جوج دقائق. تفضل. اش قلتي؟ أين هم المهنيين وأرباب المخابز؟ فين هي المقاربة التشاركية اللي بناءً عليها توضع هذا البرنامج؟ المقاربة التشاركية اللي كاينة، أولا عندنا التمثيلية الجهوية على الصعيد الوطني، وعندنا التمثيلية المحلية. نعم. من جهة. نعم. ثانيا عندنا التمثيلية داخل مع المؤسسات العمومية. نعم. كاين. نعم. الدليل على ذلك الجامعة الوطنية عضو في المجلس الإداري المكتب الوحيد بحبوب القطاني. نعم. هذا معطى داخل السلسلة بمنها ديال لافياك اللي كيقول لك أنا فيها نائب رئيس وأفتخر. سمعتي؟ كذلك عندنا برامج تعاقدية، عندنا ميثاق الشرف مع وزارة الصحة، عندنا مع منظمة العالمية للصحة. يمكن يقول لك هذا كلام فضفاض، هذا واقع. أنا معك للأسف يمكن ما قلتيش لي صيفطي لي الوثائق باش نعطيك الموقف ديال الجامعة. إما المهنيين المقاربة المهنيين تكمنوا اليوم، تنعاود نقولها في ثلاثة ديال النقاط اللي هي أساسية، كنعاود نقولها وكنرفع الشعار ديالها من منتدى إعلام تيفي. أولا تنعاود نقولها، هذاك التفعيل ديال البرنامج التعاقدي والتنزيل ديالو، لأن فيه الخير كثير، اللي بغى يقول يقول، حنا كنتحملوا الوزر ديالو، كذلك القانون المنظم. ولكن النقطة بصراحة التي ماشي أفاضت الكأس، كسرت الكأس، وهو العشوائي. لا يعقل، لا يعقل بتاتا. هذا راه 400 مع 50 حرفة اللي كاينة، الحرفة اللي واكلة الأعصاب بزاف دابا هو القطاع العشوائي اللي هو القطاع ديال المخابز، ومن خلاله القطاع. وهنا غندير واحد التحية للقطاع ديال البلدي، لأنه داخل في البرنامج التعاقدي، لأنه هو اللي غادي نديروا له التأهيل، تأهيل المواكبة لا الميدانية ولا كذلك الماليه ولا حتى ديال المباني. اذا هنا كاين هذا البرنامج، حنا عارفين اش فيه، مواكبينه وبالثقه ديال المهنيين. لان ملي كتكون عندك الثقه وكتكون عندك التمثيليه، شكون اللي غادي يهضر؟ يهضر واحد خارج الاطار. طيب كيهضر اللي في داخل الاطار، وحنا كنتحملوا الوزر. اذا سي حسين،
تكلمتي دابا على القطاع العشوائي، كاين مخابز دابا الناس اللي غاديين يخرجوا دابا في الوقفه الاحتجاجيه واللي غاديين يديروا هذا سميتو نظرا للثقل والعبء الضريبي اللي عليهم، نظرا للمجموعه ديال الاكراهات اللي محطوطه عليهم بطبيعه الحال في الازمه الاقتصاديه اللي كيمر بها العالم ككل، هاد المخابز او هاد ارباب المخابز كيفاش غادي ديروا ليهم نتوما بسميتو؟ ممكن تكلموا لينا عليهم سي حسين سي عبد النور، ممكن تكلموا لنا عليهم هاد الناس فين هما؟ لان تقولوا لي بان راه كاين قطاع عشوائي، ولكن هذا القطاع العشوائي راه حتى هما راه كاين شي وحدين اللي تيخلصوا فيهم الضرائب، كاين اللي تيخلصوا حتى هما المهنيين، كاين حتى هما اللي قائمين بذاتهم، لكن ما لقاوش شي اطار اللي غادي يجمع هذوك الناس وغادي يأطرهم وغادي يدعمهم حتى هما. تفضل استاذتي الكريمه، هذا القطاع العشوائي حنا ماشي كنطلبوا المحاربه ديالو، قد ان كنطلبوا الادماج ديالو، سنفرقوا إذا الإدماج، ولكن الإدماج عبر قانون منظم اللي غينظم هادشي هذا. اليوم لابد أننا هذا القانون المنظم خص اللي أنه كيمتاز عنده باش يقدر أنه تكون عنده وحدات ديال الإنتاج مرحبا، اللي عنده وحدات ديال التسويق مرحبا، ولكن يتم الإدماج ديالو. هذه المسألة باش ما يبقاش هذه الأمور يعني ما عندهاش ضوابط. إذا الإنتاج المادة ديال الخبز خصو ضوابط. هاد الناس اللي كينتجوا مزيان أنه اللي كيمتثل الضوابط مرحبا، اللي ما كيمتثلش يتأهلوا أن يصبح كيمتثل الضوابط، فما كنطلبوش حنا بالمحاربة، كنطلبوا الإدماج ديالو. تكلمتي على المقاربة التشاركية أستاذتي الكريمة فيما يخص مع المهنيين في النقاش وهذه القضايا ديال القطاع. اليوم الدراسة اللي كيتكلم عليها أستاذي الزاز راه الدراسة اللي دارت في 2016 وعلاش شنو قالت؟ قالت لا علاقة للمهنيين بالإطار ديالو، وهذا اللي كنا حنا اليوم فاش كيقولوا له في 2016. في 2016 اذا بما ان الدراسه تعلن بان المهنيين ما عندوش علاقه بالاطار، فهذه هذا هو اللي خلى اللي تكلم عليه الاستاذ عزاز، هذا هو اللي خلى اننا مشينا درنا اطار اخر اللي بقى انه يكون فعلا عنده علاقه بالمهنيين. هذا هو الامور اللي خصنا ننبهوا لها. اليوم ما يمكنش انني غنجي نمشي نتخبع ولا ندير يعني الجمع العام مخبع في شي بلاصه مسدود عليا وتقول لي بان انا عندي مقاربه تشاركيه مع المهنيين. اليوم بان ملي كتصبح الجمعه العامه تهرب من اجل غير سياقات معينه من اجل ان شكل معين، فيبقى ان فعلا ما كاينش مقاربه تشاركيه مع المهنيين. فلهذا مجموعه الامور اللي خصها اليوم انها فعلا نديروا فيها مراجعات وفيها اننا نحلوا الاشكالات ديالنا، وفعلا كيبقى الاشكال ديال الاطار حتى هو خصو مراجعات. استاذ الكريم فيما يتعلق للرد، انا نعاود نورو ولا مع كامل الاسف تنتفتك البرنامج تاعك تاخد الوقت اللي جا البرنامج التعاقدي اول مع مدير الاتفاقيه مكتب الدراسات المديريه ديال الاستراتيجيه دارت واحد مباراه مجموعه ديال المكاتب الدراسيه اللي بدلوا الدور ديالهم وفاز واحد مكتب الدراسات دابا نسميه في الدار البيضاء بي 5 عبد المؤمن، واللي من خلاله كان هو الارتباط ديالو هو مع الجامعه اللي دارت ليه اولا اتصال مع 480 مخبزه. هذيك الدراسه راه كل مخبزه فيها 52 صفحه. انا نصيفط لك هادشي كله استاذه. وغنصيفط لك الطوم 1 والطوم 2 والطوم 3 وهذا هو الكاس، هذا هو الفينال، هذا هو المسوده الاخيره اللي اليوم فيها بعد تحيين ديال الزمني التايمينغ اللي كان عندنا ديال هذا الوقت. فيما يتعلق تيقول لك على انه فعلا الوقت اللي دار الدراسات جاو قلبوا على الاداره، ما عندناش اداره. انا نهضر بصراحه كنقولها ولست خجولا، ما كانش عندنا اداره، ما عندناش امكانيات، ما عندناش امكانيات، ما عندناش انخراطات. واسمع هادشي غنقول لك على الهواء مع كامل الاسف هذا مر، ولكن قالت بانه الجامعه الوطنيه خصها مساعده، خصها مواكبه، كاينه في البرنامج تاعها، خصها مواكبه، خصها حكمه جديده. الحكمه جينا بها اول ما درنا في الحكمه ملي قالت هذا البرنامج التعاقدي 2017 اول ما بدينا بقانون اساسي جديد هو ساهم فيه. اختلفنا على المده ديال الهيكله حنا قالوا لك اربع شهور، لا بدي اربع شهور الهيكله المغرب صعيبه. وكذلك درنا اداره ديالنا، درنا المكاتب المحليه، درنا المكاتب الجهويه، درنا شراكات في اطار المعهد. إذا هادو كل احنا اليوم ما نحاولوش نقول برنامج تعاقدي جا قال لك اودي ها العيب في القطع، ها التشخيص، ها المعاناه ديال البلدي، ها المعاناه ديال العصري، ها الالتزامات، ها الافلاسات، ها الاغلاقات، حنا اللي عطيناهم مديناهم، حتى البلدي حنا اللي درناه، حنا اللي دخلنا في الدراسه البلدي،
وعطي اسمعي. اذا اليوم فين كاين المشكل؟ كاين اليوم يكمن في ماذا؟ اليوم كاينه حكمه جديده. كنتمنى احنا اللي خارج الاطار ديال الجامعه يجي للجامعه، يجي نبنيو جميع، يجي نبنيو جميع. مرحبا. انا تنتمنى على الله هذا المنتدى اعلام تي في ديالكم يكون هذا اللقاء كيف قلتي في البدايه، وكنشكرك الاستاذه بشرى، قلت يا ودي حنا هنا كنجي كنصلحوا كنقادوا كنخدموا القطاع كنخدموا المصلحه العامه ديال البلاد. حنا اليوم تنقول الجامعه مفتوحه للجميع، اليوم يجي الجامعه ولا غدير شي حركه صحيه ولا دير شي يكون داخل القطاع، داخل التمثيليه، داخل المنظمه ماشي خارجها. فلذلك انا ساعود دخولها. هل يعقل من 1941 عاد اليوم غتجي الدراسه وتقول حنا كنا كنخدموا بالاليات، ما عندناش ميزانيه ديال التسيير، ما عندناش ميزانيه ديال التدبير. تنعاود نقولها، كاين ناس اشخاص الله يجزيهم منهم عبد ربي، واحد مجموعه الاخوان اللي كيتعرفوا رموز ديال الجامعه اللي كانوا كيضحوا بالناس الغاليس. وعندنا مفاتيح في المدن، كل مدينه في المغرب عندنا فيها مفتاح واحد بركه، ذاك المفتاح هو الصوره يعني الحقيقيه ديال القطاع ديالنا واللي كيدعمنا واللي كيمول الاخوان ديالنا. فيما اما الاغلبيه كلهم كيمولوا من جيبهم وكيديروا الرحلات على هاد الناس دابا اللي غادي يجيو يحضروا هنا في مثلا لا قدر الله في الوقفه، واش كاين شي واحد يمولهم؟ نهضروا بصراحه. فلذلك كاين المعاناه كاينه. القطاع اليوم كيف تنقولها ماشي يحتضر يموت، حنا تنقولوا على ان حنا تنقولوا ان اليوم هذا البرنامج التعاقدي عاقدين عليه اشياء كثيره. تنعاود نقولها بحكم التجربه المتواضعه ديالنا، بحكم التسيير ديالنا اليومي والتواصل ديالنا، راه الان هذا الموقع هذا الحلقه ديالك راه غيشوفها المغرب كله. باش نقول لك انا في الصوره، وحنا باش جينا نزيدوا فيها منتصر ولا منهزم؟ ابدا، حنا جينا باش نخدموا القطاع وجينا باش نعبروا على المعاناه ديال المهني ديالنا على الصعيد الوطني، لانه فعلا بلغ السيل والذبا. سمعتي؟ والاخوان ديالنا صراحه اليوم كيف قلت لك راه من لا مهنه له ولد الخبازه والعشوائي هو الذي ينتصر. للاسف توضحات بان بزاف ديال الامور اللي توضحات اليوم فعلا من ارباب المحابيز. وبغينا نتكلموا مع سي نور الدين عبد النور الحسن عبد النور فرضو على قلت لي بان السلسله كلفات الدوله ملايين، ممكن تشرحوا لي هذه النقطه؟ هذا في اطار مخطط المغرب الاخضر، كانت واحد مجموعه البرامج التعاقديه اللي دارتها الدوله مع واحد مجموعه القطاعات وواحد مجموعه سلاسل الانتاج. واللي كنتكلموا على سلسله الحبوب، سلسله الحبوب كاينه دارت مع الفيدرال بمهنه انشطه الحبوب. اذا كيف ما قلت كانت واحد تقريبا واحد البرامج التعاقديه اللي كانت فيها 29 مليار ديال الدرهم، والمساهمه ديال الدوله تقريبا كانت 8 مليون ديال الدرهم. غير هذا دارت في غضون هذا البرنامج خطوط هذا مخطط المغرب الاخضر. اليوم كذلك قلت لما قلت كاين زياده على ذلك، كاين واحد البرنامج التعاقدي اللي دار مع في اطار المخزون الاستراتيجي اللي مشى فيه الدوله، الان دار مع اصحاب المخزنين اللي تقريبا كان التكلفه ديالو 7.3 مليار ديال الدرهم، المساهمه ديال الدوله 6.1 مليار ديال 6.2 مليار ديال الدرهم. فاذا احنا بالنسبه للدوله ملي كنشوفوا انها كتستثمر في هذه السلسله بكماله، كاين استثمارات وكاين ارقام اللي هي محترمه، ولكن الاثر ديالها على السافل ديال السلسله وهو القطاع ديال المخابز لا اثر له. اليوم القطاع كيعاني، كيف يعقل تينا واحد المجموعه يعني مبالغ خياليه اللي اليوم كترصد للاستثمار في هذا القطاع في هذه السلسله، ومع ان القطاع ديال غير مستفيد. فهذه المعاناه اللي كاين اليوم المهني ملي كيخرج اليوم يحتاج، راه كيحتاج كيفاش ان اليوم كنمشيو بهذا ماشي بهذا السرعه هذه، ولكن كسرعه ديال القطاع ديال المخابز ان ما كاينش. هذا يكون حتى هو سبب من الاسباب لتناسل هذه العشوائيه اللي كاينه دابا حاليا. شوف بالنسبه للقطاع العشوائي، اذا جينا نناقشوا القطاع العشوائي يعني التناسل ديالو، حنا كنطرحوا السؤال من المستفيد؟ ما المستفيد من القطاع العشوائي؟ تماما. حنا كنقول القطاع العشوائي من؟ القطاع العشوائي يستفيد منه المكونات هذه السلسله. المكونات هذه السلسله اليوم ملي نعطيك مثال بسيط، وهذه ارقام اللي خص الراي العام يفهمها، كيف يعقل اليوم حنايا المغرب يعني كنستوردوا يعني الحبوب بالعمله الصعبه ياك، وفيها دعم عمومي، وكنجيبوا حنا هذه الماده هذه ونصنعوها، وفي الاخر انها واحد 30% ديالها ولا 25% انها كتمشي ماشي القطاع العشوائي، كتمشي في سله المهملات.
ملي كننتجوا واحد تقريبا واحد 100 حتى 150 واحد 120 مليون خبزه يوميا، واحد 30 مليون كتمشي تهضر. فهذا هذا واش الحكومه اليوم ما قدرش انها توقف على هذا، لان هناك هضر المال العام، هناك عمله صعبه كتضيع. وحنا اليوم هذا خصو نقاش مهم. علاش؟ لان ملي فتح الباب حنا على وين القطاع العشوائي هو من يساهم بشكل كبير في هذا ان هذا المنتوج يمشي في سله المهملات. فهذه امور اللي خصها حتى هي الوقوف عليها. اليوم الراي العام لابد انه خصو ملي غنناقشوا القطاع ديال المخابز او لا هذا القطاع بصفه عامه خصنا واحد المنظور شمولي، ما بقوش عندنا كنناقشوه مجزأ. فاليوم اننا هالتجزئ اليوم كيف ما قلت خص الوقوف، يعني الحكومه اليوم ان خصها دير واحد الاستراتيجيه خاصه هذا القطاع هذا، فهمتيني؟ هذا هو امر. مع ان اليوم اللي كنشوفوا يعني التفاعل ديال الحكومه مع القطاع، يعني ان مجرد واش انا اليوم البرنامج التعاقدي اليوم اللي مطروح اللي كتقول لي فيه 8 ديال تقريبا 8 مليار اللي قال الاستاذ، وان غتحلي الاشكال ديال القطاع ما يمكنش. فلهذا خص يعني خص التفاته حقيقيه. مرحبا. فيما يتعلق اولا في الثلاثي ديال الانتاج، نعم كتعرفي المخطط الاخضر فيه تقريبا 19 سلسله اللي كاينه بما فيه التمور، اللحوم الحمراء، اللون البيضاء، الحبوب. غنهضروا على الحبوب اللي حنا فيها. نعم. هذه السلسله اللي بمنها لانشطه الحبوب فعلا وقعت الاتفاقيه الاولى اللي كانت في 2011، واللي من خلالها تتعرفي البلاد ديالنا مع الجفاف. وهذا هو اللي خص المواطن يعرف او المهني بصفه عامه، انه كيبقى الحلقه الاقوى وهو الفلاح. الفلاح اليوم اشكاليه الفلاح هو اللي خلى واحد ميزانيه كبيره كتمشي تما، بخلاف السلاسل الاخرى كلها واقفه. نهضر معك بطرح كاينه معاناه ولكن واقفه، الا قطاع المخابز. انا قلت لك في البدايه هو الحلقه الاضعف. فيما يتعلق بالبرنامج اللي قال قد المليون فين هادشي كاين، انا تنقول لك الاخير اللي كانت توقع في 23 في معرض ديال الفلاحه ديال مكناس 24 وغير الاخر 23 مع السلسله ب 100 فرانك اللي كان فيها تقريبا واحد 8 مليار. هذه اللي مخصصه على السلسله اللي الى حدوثها ما خذوا سنتيم واحد. هذا كنقول لك الواقع. لا وغنقول لك ما كندافع على حد ولكن كنقول الحقيقه. انما اليوم باش ولكن قلتي قبيله من المستفيد قبيله من القطاع العشوائي. انا متفق معك اليوم القطاع العشوائي، وحنا في هذه السياسه ديال ان كيفاش نديروا الترشيد ديال استهلاك ماده الخبز. لا يعقل، لان متفق مع السي ان واحد المجموعه ديال الخبز كتمشي للقمامه. الا قلت لك على ان تقريبا ما يقرب الثلث كيمشي تيتلاح، مع العلم ان كنستوردوا من العمله الصعبه. ماشي خاطرنا باش نستوردوا، راه ماشي من خاطرنا، راه الاكتفاء الذاتي. شو شحال من ساكن حنا كنصدروا القمح في الخمسينات والستين، كان المغرب كيصدر القمح، كان كيصدر القمح مني كان. ولكن الوقت اللي سياسه فلاحيه، شوف هذا موضوع اخر ثاني ما غاديش نناقشوا، لان غادي خصني نمشي في حدود داكشي اللي مطرس لي. قلت العشوائي هو من هبه ودبه مشى ليه. هذوك الناس كلفه الانتاج ما عندهمش نهائيا، يعني كيخص السوق يعمروا باش ما عطى الله. قداو على الموزعين، قداو على البقاله، قداو على المخابز، مع العلم انه ما كيخضعوش المعايير ديال الجوده وديال السلامه الصحيه الغذائيه. هذا هو الخطير، ان صحه المواطن في خطر. الا قلت لك هذاك الخبز دابا اللي كيتباع والله الا مسرطين، هذا من خلال ابحاث، من خلال الاساتذه ابحاث. الا بغيتي نذكر لك استاذ احسين اللي هو معروف في الجمعيه ديال الوطنيه للمستهلكين، واستاذ باحث كان في قنيطره اللي عنده كتاب في هذا الخصوص، اللي كيقول لك ان هذاك الخبز راه مسرطين. لان علاش؟ لان هذاك الخبز الدرجه فاش كيطيح في الدرجه ديال 50 درجه 60، حنا كنطيبوا في درجه ديال 250 حتى 300، حنا كنطيروا بقاعه ديال الطهي، يعني ما كاينش ديال الحراره، ما كنطيبوش، ما عندناش هما مباشره هالعجين هالشعله ديال الغاز. اذا راه هذا هو الاشكال اللي كاين. منتوج غير صحي، المواصفات ما كايناش، الانتاج بالوفره في غياب كلفه الانتاج، ما عندهمش مصاريف، ما عندهم ضرائب، ما كيخلطوا والو، كيجيب غير الدقيق وكيكب بعض وكور عطي العور. طيب سي حسين، سي عبد، بغينا نتكلموا على
حلول، لكن في دقيقتين لكل واحد منكم الحلول، حلول نهائية بدون. شوف الحلول، الحلول اللي راه بيد الحكومة اليوم، الآن اليوم الحكومة أنها معنية بالحلول، راه ما يمكنش اليوم. واش اليوم كإطار ديال الفيدرال الجامعي يقدر يلقى لك الحلول؟ يبقى أنه أنه يعطي واحد التصور معين مثلا، يعطي مقترحات يمكن، ولكن الحلول خصو ميزانية ضخمة، خصو قانون. دابا حنا كيفاش يمكن أننا كنشتغلوا يعني نتكلم على الحلول في غياب قانون؟ إذن أول شيء في الحلول هي القانون المنظم، كيفاش أننا يكون عندنا قانون منظم؟ حنا دابا نتكلم أستاذتي الكريمة، إذا القطاع راه عند واحد المجموعة المتداخلين، القطاعات الحكومية واحد المجموعة المتداخلين، راه ما عندكش دابا من الواصي على القطاع؟ راه ما كاينش واصي على القطاع. اليوم المهني اليوم اللي غيخاطب واحد القطاع حكومي باش يناقش مع المشاكل ديالو، راه ما كاين حتى شي واحد. اليوم وزارة الفلاح اللي كيتكلم الأستاذ الكريم، اللي كتكلم وزارة يلاه عندها كيربطها مع قانون 3 اللي كنظم سلاسل الإنتاج فقط، فقط أنه دار معك واحد البرامج ديال التأهيل فقط، أما وكأنه قطاع وصي ما كاينش. اليوم تدخل وزارة الداخلية حتى هو حاضر، ووزارة التجارة والصناعة حتى هي حاضر، وزارة المالية، ولكن اليوم كقطاع واصي حكومي واحد ما كاينش. اذا في غياب قانون منظم اللي غيصبح انه كيحدد المسؤوليات ديال القطاع على قطاع معين، هذه المساله الاولى. ثانيا مساله، هناك مشاكل ديال المهني. شنو هي المشاكل؟ التراكمات ديال الديون اللي عند المهني اليوم، التراكمات ديال لاسينيس، التراكمات ديال الضرائب، التراكمات ديال الديون اللي. اذا كيف يمكن اليوم انني واحد المجموعه ديال المهني عندي كيحتجوا وعنده تراكمات؟ اليوم خص مبالغ، اليوم خص برامج تعاقدي. اذا ما كانش غيحفظ هاد الامور هذه ويجي يناقش هاد الحالات هذه ديال المهنيين ويلقى لنا حلول فيما يخص هاد التراكمات هذه، هذه امور اللي هي مهمه جدا. كذلك ملي كنتكلم القطاع العشوائي، ملي كنتكلموا هذيك مساله القانون، ملي كيكون عندي قانون مساله طبيعيه انني غنجي ننظم. اذا الامور اللي هي مهمه جدا القانون اللي غينظم هذا القطاع هذا، وكذلك خص مبالغ من اجل اننا هاد المهنيين نحلوا لهم الاشكالات ديالهم الحقيقيه. لان علاش؟ هذا قطاع ماشي قطاع اللي استثمار عادي، لا، هذا استثمار اليوم اللي كيقدم لك انت كتلزمو انه يعمل لك واحد التكلفه الثمن لهذا، انهم قطاع كيساهم ما هو اجتماعي تجارات القرب. اذا هذه الامور هذيك كتلا بدا خصها التفاته استاذ الكريمه، ولا بدا ان الحكومه خصها تحمل مسؤوليتها في هذا القطاع. انا تنقول انا وافق كلام ديال الاستاذ عبد النور فيما يتعلق اليوم الحلقة مفقودة كاينة في البرق في البرنامج التعاقدي، هادشي اللي شاريه السي كله كاين، كله كاين لا ننكر، راه دار الدراسات راه كاين 480 مليون درهم كتسال لاسينيسيس، 320 مليون كتسالها الضرائب، الأبناك حديت ولا حرج. اليوم المقاولة الخبزية في المغرب كلها مخاطر، أنا أتحدى أي كان يمشي اليوم دابا يدي معاه مستروك لأي بنك كيف ما كانت كيف ما كانت ويقدم المشروع، والله لا عطاو والله لا عطاو القرض الا الى عندك ضمانات، الى يعطوك 2 مليون ديال الدرهم اعطيهم انت 10 مليون ديال الدرهم، اعطيهم عقارات، اعطيهم ديال نوتيسمون ديال العقارات ديالك وليبوتيك عادي يعطيوك. هذا دليل على ماذا؟ كاين تخوف اليوم ميدان هذا القطاع ديالنا، ميدان ديال القطاع ديال المغامره وديال لو ريسك وديال المخاطر، حتى واحد ما يدخل ليه يكتب عليك. انا كيجيو عندي استشروا مع اخوان اصدقاء ديالي بحكم الصفه اللي عندي، كنقول لهم سيروا ديروا شي حاجه اخرى، قطاع ما خبز واعر كيف قال منتج وفيه واحد الدوره اقتصاديه داخليه لا تتصور، فيه الحرص اليومي ديال 24 ساعه على 24 ساعه، الخباز راه ما كاينش بيني بيك، اخر واحد كيفيق اخر واحد كينعس هو الخباز، اول واحد كيفيق هو الخباز، لان كنديروا تجاره القلب وهذاك الماده حساسه اللي خصها تكون متواجده في اي مكان. فلذلك انا تنقول اليوم تنعاود نقولها وتحملوا مسؤوليتي فيما يتعلق بهذا البرنامج التعاقدي اللي عارف انا، لان راه مع كامل الاسف هذا خطا ارتكبناه، او انت استاذه ما سولتي اما تنصيفتك البرنامج التعاقدي باش تعرفي غير الديباجه لان ما قدرتش نوقع. لا ابدا، حنا مازال حنا اليوم راه دابا الاشكال فين كاين؟ الاشكال فين كاين؟ مع كامل الاسف، أول مرة لأول مرة تيارين
التيار اللي هو قانوني والتيار اللي بغى يكون اللي قانوني بغى يولي قانوني حقه انا انا انا. اما السلسله اللي بيمينها لانشطه الحبوب هي كاين قانون منظم دارته الدوله 0312 خاص تتغير ذاك القانون. ملي تغير القانون اللي بغى يدخل مرحبا، المطاحين يكونوا جوج والتجار يكونوا اربعه ومالي البذور يكونوا عشره، ما عندناش مشكل. العجائن فلذلك احنا اليوم اللي كنسعوا اننا ناقص الخطر وكنقولوها ان القطاع ديالنا في خطر. القطاع ديالنا وصل للدرجه التي لا تطاق. القطاع ديالنا خصو واحد المواكبه اجتماعيه واقتصاديه، والاخوان ديالنا راه كلهم ديال المخابز ما نقولكش كلهم ناس في المستوى وصل لهم كيف تيقولوا داك السكين العظم. جيد، اذا غادي نوصلوا لنهايه الحلقه اليوم، لكن غادي نستخلص واحد الخلاصه هي ان ارباب المخابز اليوم يعانون كثيرا، لكن معاناتهم تتلخص في شيئين، هو ان نقدر نقولوا الحكومه تخلت عنهم، ونقدر نقولوا بانهم ما لقاوش كيفاش يرفعوا الصوت ديالهم ولمن يرفعوه وكيفاش يقولوا المشاكل ديالهم. هنا غادي نكمل الحلقه ديالي وغادي نقول لكم شكرا سي حسين عزاز، شكرا لك سي نور الدين عبد النور الحسنوي، شكرا لتواجدكما معنا، شكرا للحراره اللي عطيتوها للبلاتو ديالنا، شكرا لكما، شكرا لمتابعينا الكرام، ان شاء الله في حلقه مقبله ودمتم في ألف خير.